هل يجوز تهنئة النصارى بزواجهم؟ لا يعني ما يهنئون فيهم، ما يهنئون بأعيادهم، ما يهنئون بأعيادهم. أما أن يهنئوا بشيء مباح كالزواج وحصول نعمة تحصل لهم فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة. هذا ليس من الموالاة، هذا من التعامل، هذا من التعامل مع ما داموا لم يسيئوا إلى المسلمين يدخل في البر فيهم تبرؤهم. نعم.